السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة مطبخ الأصدقاء. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعواشركم مباركة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم الشباكية اللي كتجي معلكة شربة العسل، كتجي بنينة. غادي نوري لكم الطريقة السهلة كيفاش تخدموا الشباكية وتقليوها بكمية كبيرة فوق تسريع. صدقوني ما غاديش تبقاو تلقاو أي مشكل في الخدمة ديالها ولا في القلي، وما غاديش تحتاجوا مازال العوين. غادي نوريكم كذلك واحد السر اللي كيبقى الشكل ديالها كيما هو، يعني كيما كتشكلوها كيما كتقليوها كيما كتبقى، ما كتنفخش وما كتبدلش. هادو الفيديو حتى الاخير، فإلى عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك وبالاشتراك وتفعيل زر الجرس، وما تنساوش تبارطاجيوه مع الاهل والاحباب والاصدقاء. اول حاجه كناخذ واحد الشعيرات ديال الزعفران الحر، يعني ما يعادل 4 معالق. كنرقدوهم اما في كاس الماء دافئ اللي غنستعملوه او كاس الماء ديال الزهر. كنحتاجو الكيلو ديال الدقيق اللي كيكون مغربل، كنضيفو عليه شويه ديال الملحه، كنضيفو كذلك المسكه الحره معلقه صغيره تقريبا، يعني واحد 10 ديال الحبيبات اللي كنطحنوهم مع قطعه ديال السكر. كنحتاجو ملعقه كبيره ديال الخميره كيماويه، ملعقة صغيرة ديال الخميرة الخبز، ضروري من الخميرة، ما تخافوش راها ما كتنفخ ما كتخمرش الى بيتناها. كنزيدو جوج معالق ديال النافع، وكنزيدو معلقة كبيرة قرفة تكون جديدة، معلقة كبيرة حبة حلاوة. هاد حبة حلاوة والنافع كيعطيونا واحد المذاق رائع في الشباكية ديالنا. هنا كنحيد الخميرة ديال الخبز لانني من غادي نخلط هاد المقادير هادي ما غاديش تخلط ليا مزيان، غنزيدها ملي غادي نزيد السوائل. غادي نخلط هاد المكونات كلهم اللي ناشفين، ومن بعد كنصب السوائل. كما كتشوفوا معايا هنايا كنحفر واحد الحفره في الوسط، وكنرجع الخميره، كنضيف عليها كاس الا ربع ديال الخل، كنزيد عليه واحد كاس ديال الزبده حيوانيه، يعني الزبده كناخدها وكندوبها وكنصفيها عاد كنعبرها. بما ان الشباكيه ديالنا راها مقيومه مزيان، فضروري اننا ناخذ الزبده اللي كتكون يعني نوع ممتاز. من بعد كنزيدوا واحد الكاس اللي مخلط ما بين الزيت الروميه والزيت البلديه، والزيت البلديه ما خصهاش تكون قويه، يعني الريحه ديالها ما تكونش قويه. ومن بعد هنايا كما كتشوف معايا كنصفي هذا المزهر، كنحيد دوك الشعيرات ديال الزعفران الحر اللي رقدته من قبل واحد نصف ساعه في المزهر، ولا رقدناه في الماء في اراضي هي كيطلق لينا. من بعد كنزيد اصفر بيضه، كنبداو نمزجوا هاد المكونات شويه. عاد كنزيد زلافه ديال الزنجلان محمر ومطحون، وزلافه ديال اللوز محمر ومطحون، وهذا هو السر الخطير اللي كيعطينا واحد البنه رائعه في الشباكيه ديالنا. كيولي داك اللوز بحال البخاليني، يعني من الافضل كنديروه يعني محمر او مقلي في الزيت ما يكونش خضر. ونقدروا نضيفوا غير كاس ديال الزنجلان وكاس ديال اللوز، يعني كيبقى اختياري انا بالنسبه ليا ديانا انا، واعوذ بالله من قول انا، كنزيد زلافه لانني كنبغي الشباكيه تكون مقيومه مزيان ولفنا عليها بحال هكا. كل عام كندير تقريبا نفس القياس. واخيرا كنزيدو الماء اللي هو دافئ. بالنسبه ليا انايا استعملت كاس ديال العنبه ديال الماء دافئ، تقدروا ديروا حتى الكاس ونصف، يعني على حسب الدقيقه. كنكتروش الماء لان الشباكيه خاصها تكون قاصحه شويه، ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش مرخوفه، يعني كتلصق. والقوام ديالها على هذا الشكل. الا كانت قاصحه لكم شويه كتزيدوا شويه ديال المرشيشه ديال الماء، والا كانت لكم مرخوفه كتلصق كتزيدوا شويه ديال الدقيق. في الاول غادي نشكل كويرات وغادي نوضعهم في بلاستيك ونخليهم يرتاحوا واحد النصف ساعه، ضروري ان الشباكيه ترتاح. ومن بعد كما كتشوفوا معايا كنبدا نهز كويره بكويره، كنطلقها وكنديرها على شكل مربع وكنعاود نرجعها للبلاستيك.
كنبدا نخرج القطع تدريجيا قطعة بقطعة، وكنبدا ندوزها في الوراق. يعني الا ما كانش عندكم الوراقه كتبسطوا غير بالدلاك، غير ان السمك ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش غليظ بزاف. الا كان رقيق راه ما غاديش تشرب لينا العسل. هنايا غادي نورق حتى الخمسه ديال القطع في مره واحده. كيما قلت لكم هاد الطريقه راها جد سهله وجد سريعه، نقدروا نورقوا نقدروا نشبكوا حتى ال 15 شباكيه في مره واحده، يعني ما كنحتاجوش العوين نهائيا. كنورق خمسه القطع كيما كتشوفوا او اربعه المهم، ومن بعد كناخذ الجراره ديالي وكنحيد دوك الجوانب، ودوك الجوانب اللي كنحيد العجينه اللي كنحيد كنبدا نكورها ونعاود نرجعها في البلاستيك باش ما كتنشفش لينا. من بعد كنبدا ندوز بالجرار، كنحصل على شرائط اللي العرض ديالها تقريبا واحد 7 مليمتر، يعني غادي تاخذوا العرض اللي هو اللي بغيتو يكون مقبول. وصافي هنا ملي كندوز الجراره عليهم كلهم كنبقى ناخذ شريط بشريط، يعني هنا كناخذ 5 ديال الاشرطه، كندير وحده فوق وحده فوق وحده. ومني كنكمل كنعبر انا كناخذ هاد الشباكيه على حسب هاد الحجم الا بغيتو بحال الحجم اللي عندي انا، خديت 10 ديال السنتيمتر بالمسطره وكنبدا نقطع حتى كنحصل على كل شباكيه فيها 10 سنتيمتر. ومن بعد كنبدا نفرق بالموس ولا باي حاجه عندكم، كتبداو تفرقوا وكتشكلوها. الحوضه جد هامه، الا شفتوا ان الشباكيه عندكم مرخيه يعني رخيتوها شويه وما كتقدروش انكم تشكلوها بالموس، فهاد الشرائط كلها كترجعوها للثلاجه، كديروها شويه تبرد في الثلاجه وعاد كتخرجوها وكتبداو تشكلوا بهذا الشكل. صدقوني راه هاد الطريقه جد سهله والشباكيه ديالنا راها ما كتحلش في القلي. صافي هنا كنبداو نشبكوها كيما قلت لكم بلا تشباك، كنخدموها وكنديروها على الجانب وكنخليوها ترتاح، يعني حتى كتنشف لينا ضروري الشباكيه. انا بالنسبه ليا خليتها حتى الغد عاد قليتها باش كتشد مزيان في راسها. بعد مرور ليله كامله ولا حتى ساعتين على الاقل بالنسبه للناس اللي باغيين يخدموها في نهارها، كنسخنوا الزيت ديالنا مزيان، يعني كنكثروا من الزيت وكنسخنوه مزيان وكنبداو نقليو عادي بحال هاد الطريقه، راه ما كتحلش لينا في القلي. وكنبداو نقلبوا حتى كتحمر لينا، ولا حسينا بان الزيت سخنات بزاف يعني سخته في الاخير ولا في الوسط كنقصوا شويه من البوطه من النار وكنكملوا في القلي. واللي قليناها كنبداو نهزوها وكنشفوها شويه، يعني حتى كتسقطر شويه من الزيت عاد كنديروها في العسل، والعسل ضروري يكون بارد. بالنسبه للشباكيه اللي كتكون منزليه وبالقوام يعني مقومه مزيان، من الافضل انكم تستعملوا عسل اللي هو ممتاز، ما تستعملوش داك السكر وداكشي كله راه ما لايقش للصحه ديالنا. ديجا حنا راه كنقليو في الزيت وهذا، من الافضل تستعملوا واحد العسل اللي هو مزيان بالنسبه للشباكيه المنزليه. كنخليو الشباكيه ديالنا في العسل حتى كتشربوا مزيان، يعني كنخليو واحد الوقت طويل غير كنحسوا بها شربات، كنحيدوها وكنديروها اما في كسكاس واما في شبكه باش كيتستقطر لينا داك العسل اللي هو زايد. ومن بعد كنبداو نرشو عليها شويه الزنجلان اللي حمرناه، يعني اختياري الا بغيتو، الا ما بغيتوش ماشي مشكل، يعني كيبقى اختياري. وصافي كما كتشوفوا معايا الشباكيه ديالي راه شاربه العسل وكتجي معلكه وكتجي زوينه وخاصه بنينه. والى هنا وصلت نهايه الفيديو، كنتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم وتكونوا استفدتوا. فاذا كان كذلك ما تبخلوش عليا كالعاده بلايك وبالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء مع وصفة أخرى إن شاء الله، ورمضان كريم.